احنا ما نبقاوش فيها خالدين فيها. احنا ماشي من هذوك الاحزاب اللي كيجي رئيس وخصو يبقى واحد العدد ديال السنين. حنا غادي ندوزوا الوقت ديالنا وغادي نوجدوكم بلا نعرفوا بانه كاين الناس اللي وجدوا. الله يجازيكم بخير وغادي نكونوا متيقنين بانه رانا الناس اللي ان شاء الله من بعد 30 سنه، خيلوا معايا من بعد 30 سنه بهذا الريتم ديال هاد الثلاثه ديال السنوات اللي خدمناها، اش غادي يكون هذا الحزب في المستقبل؟ نحن معاك، نحن معاك يا عزيز، نحن معاك ان شاء الله. غادي يكون مسار صائب، غادي يكون مسار ديال المستقبل، غادي نكونوا حزب اللي هو اورينتي فيغ لافونير، يعني متجه يعني الامام ومتجه للمستقبل بفضل النساء ديالو بفضل الرجال ديالو. نقول لكم واحد القضيه، من هنا حنا غادي نخمو وغادي نجيبوا لكم واحد البرنامج، وما غادي يمكن يكون الا برنامج ديمقراطي باش تختاروا احسن ما يمكن اللي هو يمثلكم، اللي اولا كيشتغل، اللي عنده كفاءه، واللي هاد السنين كلها واللي نتوما معاه عاطي ان انجاجمون تري فور، يعني عاطي واحد المبادره وخدام ومشتغل، واللي كتثقوا فيه انه داكشي اللي كتامنوا به نتوما غادي يوصلوا غدا يعني في اي مكان. دونك غادي نديروا واحد المساله اللي هي الديمقراطيه. راه حنا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندي حتى اشكال ان يكون ولد فلان، ولكن هو يكون كومبيتون ويكون كيخدم، ولكن إذا كان هي ولد فلان بوحدها ما عندي ما ندير بها. ها باش نكونوا متفقين. ونشوف واشوف وانتوما وانتوما انتوما اللي غادي تختاروا ان شاء الله، انتوما اللي غادي تختاروا شكون اللي غادي يمثلكم ان شاء الله في المستقبل. ثاني حاجه ان شاء الله مباشره ما غادي نكملوا الاجتماعات ديالنا يعني في الجهات، باقي لنا ثلاثه الجهات تقريبا باش يعني نكملوا الدورات ديال المكاتب السياسيه والاجتماعات. وهذه بالمناسبه هذه الثالث سنه اللي كنديروا الجهات، دانا بلي الله جيت دانا دور في الجهات كلهم 12 جهه. العام الاخر باش صايبنا مسار الثقه 13، الله يعطيك الصحه. وبلي رجعنا باش نوجدوا مسار الثقه دانا 13 جهه، واليوم حنا كنكملوا 12 جهه، لان هادو الاجتماعات كنديروهم داخل لا 12 جهه ما نكملوها في 3. اذا 36 مره اللي انتقلنا يعني في ظرف ديال 3 سنين، وهذه غادي ما يمكنش يقولوا انتخابات ولا دكاكين ولا لا، هذا الخدمه، هذا الناس كتخلي، هذا الناس كتخلي ولادها السبت والحد وكتهز الطوموبيله ديالها وكتمشي لكلميم ولا تمشي لطنجه ولا تمشي لهذا وتمشي تشتغل وتجي، وعندها المشاكل ديالها ديال الوزاره وعندها المشاكل، ولكن كيجيو وكيحضروا وكيشتغلوا. اذا يمكن لكم تكونوا اولا يعني فخورين بالمكتب السياسي ديالكم لانه فيه نساء ورجال يعني هكذا كومبليت بالعمل والمعقول اللي بغيناه يكون يكون بالعمل والمعقول. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم اليوم، مادام انه غادي نساليو هاد الدورات ان شاء الله الجاويه من دابا واحد الشهر، اذا غادي نبداو ان شاء الله ابتداء من اخر اكتوبر تقريبا واحد البرنامج اللي سميتو 100 يوم 100 مدينه. غادي نمشيو وغادي نديرو اجتماعات في 100 مدينه مغربيه بوندون 100 جور، وغادي نلتقيو بالسكان ديال المدينه وغادي نديرو اجتماعات في المدينه باش نتكلموا على المشاكل، ماشي ديال المغرب، نتكلموا على المشاكل ديال المدينه ونسمعوا الناس ونسمعوا الاولويات ديالهم ونسمعوا اشنو هو اللي خصهم باش تخرجوا مع الناس ديال المدينه، وما غاديش نقتصروا فقط على الناس اللي هما الاعضاء الحزب، غادي تتبعوا المواطنين والناس والسكان ديال المدينه باش تسمعوا فين كاينين الاولويات وتجيبوا لنا برنامج لكل مدينه. وبلي تجمع ديك 100 مدينه غادي نجيبوا البرنامج ديالنا
اللي غادي نمشيو فيه ان شاء الله باش نوجدوا البرنامج في 2021 فيما يخص سياسة المدن. وما نمشيوش التوجه الاولي في هذه 100 مدينة هما المدن المتوسطة والمدن الصغيرة اللي منسيين اللي ما عندهمش برامج اللي خصهم يتعلموا. فلهذا بغيتكم اعضاء المكتب السياسي غادي يخرجوا لهذه الاجتماعات وغادي يكونوا حاضرين معكم، وانتم المنسقين الجهويين والاقليميين وكذلك الشبيبه ديال كل منطقه خاصكم تكونوا مؤطرين، خاصكم تجيبوا الناس هذا برنامج ديالكم في المدينه ديالكم. معلومه لا غادي نمشيو لميات مدينه اللي هما في الدايرين بالعالم القروي. غنعطيك مثال، غنمشيو لسوق الاربعه، واش ميداني فلاحيه ولا ماشي فلاحيه ولا غنمشيو لسوق الاربعه، غنمشيو لسيدي علال التازي مثلا غنمشيو لبيوغا، غنمشيو لتيزنيت، غنمشيو لبرشيد، غنمشيو لأوسر،